تحصلت البارح العشية اللعبة التونسية فدوى القرسي على الميدالية الذهبية لتنس الطاولة في صنف الشبلات فردي أمام اللعبة الإيطالية جميلة لورنتي المصنفة 11 عالميا في البطولة الدولية للشبان رادس تونس اللي كانت قد نظمت من 3 إلى 7 أفريل 2017 دورة وصفها المنظمين بالناجحة واللي كانت بمشاركة قرابة 12 دولة. في إطار التشجيع على الرياضة النسائية نظمت اليوم الجامعة التونسية للسيارات سباق كاتين للنساء بنادي الكاتينغ بالمستير سباق شارك فيه العديد من الفتيات المغرومين بالرياضة الميكانيكية هذا وباش يكون فما مواعيد أخرى التظاهرات النسائية على طول الموسم الرياضي للجامعة.